كن شاهدا قبل أن تكون مجاهدا. أنت الحسيب الرئيب على نفسك، وأنت صاحب الحضرة، وأنت كل عمل عبادة، وأنت السايق السيارة، أنت اللي عم تركب الجمل، أنت الخيال. فإذا ما تطلب من حدا يساعدك، إذا أنت ما فيك تساعد نفسك خلاص ما حدا رح يساعدك. كلنا اليوم هالتكنولوجيا بدها توقع، هذا الاقتصاد كله بده ينهار. ليش تنتظر بس يوقعوا كلهم؟ قال لك إيه هالحبيب، كل من عليها فان، وحجر الكعبة عم تحفروه. أنت استفتي قلبك، ما تنطر حدا يقول لك، ما تتذكر شو قال فلان وفلان، تذكر نفسك. مش الذكرى، الذكر قوة المحبة أو محبة القوة. علينا أن نحيا العدل والصدق والأمانة. أين نحن من حياة الأنبياء والحكماء والخلفاء والأولياء؟ شو عملنا بكل الأنبياء بكل المستنيرين؟ لأنه الحقيقة ما حدا بده إياها الفطرة خطرة، والحقيقة ما حدا بيقدر يقولها، بس أنت فيك تشوفها، فيك تكمشها. لحي فينا الله حطها هون بهذا الصراط المستقيم، هي الصليب، هي الوسطية. ما تفرح أنك عايش بأعلى بناية أو عندك قصر أو تذكر القبر. كلنا كفى بالموت واعظا، ما منعرف إذا بعد لحظة فينا نكون، ما منعرف إذا بكرة فينا نعيش. أبدا، إذا هالنفس رح نتنفس بكرة. كلنا السلام عليكم. السلام لا ينتمي إلى أي دين. نعم، رب العالمين مش رب المسلمين، كلنا عائلة واحدة. بس منين نتعلم؟ من الألم، من الحروب. قابيل وهابيل، اللي ذبح البقرة ذبح خيه، هيدا رمز مهم كتير. انتبهوا، العقل السليم بالجسم السليم، غيروا الأكل. 3 دقايق بنحكي مع بعضنا، كل دقيقة 60 ثانية، 60 60 60، يا لطيف. 180 نفس، شوف شو بنعمل. لحظة واحدة بتكفيك. العزلة عن الناس